طبعا إن شاء الله في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نواصل ما تبقى من موضوع الجديد الذي تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، وهو داتا ريبورت. وما يسعنا إلا أن نبدأ أولا بعرض ما تم التوصل إليه من خلال هذا المشروع، مشروع الإدارة المدرسية. فكونوا معنا إن شاء الله، نبدأ ونبحث عن الجدول الخاص أو المشروع الخاص بنا، وهو سكول كما هنا مظلل ثم أوبن نفتحه، ثم نبحث عن بروجكت 2 الذي تم تحويله مجددا. طبعا نعمل ستارت أو تشغيل حتى نعرف مدى الوصول التي تم الإيصال إليه بإذن الله تعالى. نقوم أولا بالدخول من خلال شاشة الدخول، وهي اسم المستخدم H، ثم كلمة السر 1 2 3 مرمزة، ثم الدخول إلى إيش؟ إلى القائمة الأصلية للبرنامج. نعم، وقلنا على أن هذه القائمة تحوي جميع محتويات البرنامج للإدارة المدرسية. كما تلاحظون الإدارة المدرسية سجلات الطلاب المتقدمين لهذا العام، أي بياناتهم، الاسم الثلاثي مع اللقب وأصله ورقمه يعني وبيانات كاملة. نعم، لكل طالب كما نلاحظ هنا. وقد أظهرنا لكم آلة للمحصلة كما ظهرت هنا، وإنها خاصة هدية من مجموعة البرمجة الخاصة بالهجري فور بروجرامز، ثم الحاسبة، ثم نعم الأدوات الأصلية وهي دفتر المفكرة. نعم، ثم انتهينا. طبعا هذه كما تلاحظون البعض المتابعين قد يشاهدوا هذا الدرس ولم يشاهدوا ما قبله، نوضح لهم ما قد وصلنا إليه. انظروا ما قد وصلنا إليه، تم إيصاله عبر قاعدة البيانات، ثم عرض البيانات الخاصة بالواجهة، نعم كما تلاحظون بالنظام الخاص بالعربي، النظام الخاص بماذا؟ بالعربي، نلاحظ هنا النظام الخاص بإيش؟ بالعربي، نعم، نعم، النظام الخاص بماذا؟ بالعربي، هذا هو، نعم. طبعا عرض البيانات ثم الطباعة، انظروا الطباعة، تم ظهور الطباعة، وهي آخر درس قمنا به. وإن شاء الله سوف نواصل ما تبقى من تنظيم لهذه الواجهة لتكون معروفة وشيقة، حتى يعرف ماذا نقصد من خلال هذه الواجهة، ماذا نقصد من خلال هذه الواجهة. يجب علينا إكمال المربعات أو الحقول لهذه السجلات ولو لبعض من السجلات، حتى نفهم ما المقصد أو ما المغزى من هذه الواجهة الخاصة بالداتا ريبورت، الذي قلنا أنها هي الوحيدة التي تنقل البيانات أو السجلات خارج بيئة البرنامج إلى إيش؟ إلى الخارج عبر ماذا؟ عبر نعم هذه الثلاثة، إما عبر الطباعة أو الفاكس أو الميكروسوفت اثنين، اللي عبر إيش؟ عبر النت، عبر ماذا؟ النت، نعم. نعم، فكونوا معنا إن شاء الله حتى نواصل ما تبقى من هذا الداتا ريبورت الخاصة بالإيش؟ بالشرح الذي نحن صدده إن شاء الله. هذا داتا ريبورت، هذا هو، نعم هذا هو، نعم هذا هو، نعم أين أنت يا داتا ريبورت؟ هذا هو، نعم هذا هو. نقوم باستكماله، باستكمال ما تبقى من بيانات الخاصة به، ولا نريد أن ننقل إلى مكان آخر حتى نوضح قدر الإمكان وقدر المتسع ما يحويه وما أهمية هذه الواجهة الخاصة بداتا ريبورت. وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان نفهم المتابعون بإذن الله تعالى قدر المستطاع. نعم، طبعا احنا أكملنا هنا، نعم أكملنا هنا،
منا البيانات، لكننا لم نغلقها عبر ماذا؟ عبر الأشكال حتى يتكون إلى إيش؟ جداول متصلة. نعم، نقول هنا نبحث عن إيش؟ أن insert control يعني اختيار control أو اختيار يعني تحكم، وإحنا لا نريد التحكم ولكن نبحث عن ماذا؟ عن شيب. وكما ذكرنا بأن شيب معناته باللغة الإنجليزية انتهى هذا معناته باللغة الإنجليزية ماذا؟ معناته الشكل الهندسي، شكل ماذا؟ هندسي، هذا شكل إيش؟ هندسي. نعم، نصغره ثم نوصله لهذا هذا، ثم نبدأ بالآخر انزلت، ثم نبحث عن الشكل الهندسي، ثم نبحث به إلى هذا المكان، ثم نصغره، نقصر نصغر حسب إيش؟ المستوى الذي يحتاج له هذا الحجم. نعم، هكذا. نعم، نبحث به هنا، ثم نصغر هذه المنطقة، ثم نصلها به أيضا. نعم، شيب، شيب قلنا شيب هوش وشكل هندسي، شكل ايش؟ هندسي. طبعا اشكال هندسية بامكاننا نغيره مستطيل، بامكاننا نغيره مربع، بامكاننا نغيره دائرة كروية وهكذا. لماذا يسمي شيب؟ اي متعدد الاشكال الهندسية، متعدد الاشكال ايش؟ الهندسية، لكن يكتفي ان نعمله عن طريق ايش؟ المستطيل. ثم في اخر شيء نستخدم ايش؟ بايش؟ بشكل مربع، هذا كله مستطيل، لكن هذه بحاجه ليش؟ ايضا مستطيل لكن بالتي يعني هكذا. هذا الشيب نصغره تماما حتى يبقى على ايش؟ على نعم حق الواحد. ثم ناتي بشيب ونكمل هذا، نغلق كل هذه الجدول بشيب واحد حتى يتم الاتصال كما أوضحنا في اتصال ماذا هنا؟ اتصال ايش اللي بنشوف؟ انظروا، أصبح متصل، أصبح ماذا؟ متصل. ثم نغلقه، ثم نغلقه، انظروا أغلقناه. بقي لدينا أمور، بقي لدينا ايش؟ ماذا؟ أمور. طبعا بإمكاننا استخدام هذه الأساليب من خلال هذه، انظروا نحن الحقيقة انزلت هنا، هنا يقول لك هنا توتال نمبر مجموع، نعم المجموع الصفحات، مجموع ايش؟ الصفحات، مجموع ماذا؟ الصفحات. انظر هنا بامكانك ان تضع مجموع ايش؟ الصفحات. هنا مجموع ايش؟ الصفحات، هذا مجموع الصفحات، ممكن نضعه بالطرف الاخير ثم نصغر لانه ايش؟ ارقام خاصة بليش؟ بالصفحات، كم لدينا صفحات وهكذا. طبعا هذه تلقاي كمبيوتر يعني اوتوماتيك هكذا. ثم نتبع الى ايش؟ current date short، current date long، نختار يعني لا لا لا. هذا يعتبر ايش؟ تاريخ مقصر، وهذا تاريخ مطول، نقول تاريخ مطول عشان ايش؟ يظهر لنا الاحداثيات الخاصة باليوم والسنة وهكذا، والسنة والشهر. نبحث أيضا على موضوع آخر وهو ماذا؟ نعم time، short time، short time، current time long، نختار long عشان نحدد لنا ماذا؟ بالدقيقة بالثانية وهكذا، بالدقيقة بالإيش؟ بالثانية. هنا انظروا بالدقيقة بالثانية. نعم، طبعا نحاول قدر الإمكان، قدر الإمكان أن نعمل لها جدول، نعمل لها ايش؟ جدول، نعمل لهم جدول كما نختار لنا ايه؟ عن طريق عبر شيب، نختار شيب هنا ثم نقوم هنا الشيب، الشيب نعم هذا صغيرة، ثم نقفله بالشيب وهو الشكل. نأتي بشكل آخر ثم نغلق به ايش؟ الخاص بالايش؟ بالتاريخ. نعم هذا التاريخ، إذا نحن بحاجة إلى ماذا؟ أين التاريخ؟ نعم هذا التاريخ، نغلقه بعد إيش؟ نعم، باقي لنا ماذا؟ الوقت، نغلقه بإيش؟ بشيب، هذا هو شيب، انظروا، قلنا شيب ماذا؟ شيب يعني جدول
يعني الشكل الهندسي، يعني ايش الشكل الهندسي؟ انظروا شكل ايش هندسي، شكل هندسي، انظروا هذا شكل هندسي. نعم شكل هندسي. اذا هو اذا نكمل هنا، ثم نكمل هذا الاخر. نعم شكل ايش هندسي. نعم طبعا يبين هنا يعني ايه في الهاتف، لان وجدنا في الهاتف حتى لماذا للاصل ان نفتح الغرض من هذا، نفتح ماذا سجلات. ولكن نعود مرة ثانية ثم نعبي السجلات من خلال التشغيل. نحن نشتغل نعمل تشغيل الآن حتى ننظر الطريقة الذي أضفناها. نعم نقول اسم المستخدم ثم كلمة السر 1 2 3 مرمزة ثم الدخول. نعم نذهب إلى ما فعلناه الآن، وهو في ليش في هيئة ليش التدريس. ننظر انظروا ماذا يحدث. هذه يا سلام، هذه انظروا هذه كيف استطعنا من خلال ايش. نعم انظروا هذه اصبح لدينا يعني امور جاهزة. امور ماذا جاهزة؟ انظروا اصبح لدينا ايش الصفحة الثانية. صفحة ايش؟ رقم الصفحة الثانية. وهذا يقول لك 0/25438. هنا الساعة مساء الساعة 8 أو 31 دقيقة و44 ثانية. احنا قلنا لونج يعني طول، تطويل، وهذا تطويل. هنا رقم ايش الصفحة؟ صفحة رقم ايش؟ 2. رقم 2 نعم هذه يعني المسألة ايش مفهومة. فنحاول الآن، نحاول قدر الإمكان أن نعبي هذه الفراغ سجلات، ولو 3 سجلات، ولو 3 سجلات حتى نستوعب من هذه الأمور، حتى نستوعب من إيش من هذه الأمور. انظروا نعم نعم هذا انظروا نقول هنا إغلاق، ثم نأتي بماذا؟ هذه الصفحة. نعم هذه الصفحة، الصفحة ذات ريبورت هي الإدارية، هي الإدارية. نعم نبقى هنا حتى انظروا. تمام نبدأ نحاول أن نكمل يعني بعض السجلات. فلنقول إيش رقم إيش 1. تمام ثم نقول اسم يعني شيفت ال تي عشان يكون عربي. نقول أحمد. تمام أحمد، أحمد عبد الله، عبد الله، عبد الله. نقول عبد الله الحمد لله. أحمد عبد الله نعم أحمد عبد الله البيضاني، البيضاني نعم البيضاني. نعم نقول الوظيفة مدير، هي الدرجة رقم 1 مدير. نقول له ايش مدير؟ نعم مدير، مدير. المأهل ممكن نقول بكالوريوس، نرفع نقول له بكالوريوس، فاصلة تربية، تربية نعم نعم بكالوريوس تربية. الرقم المالي يقول 1 2 3 4 5. نقول العنوان اليمن البيضاء، اليمن، اليمن البي البيضاء نعم البيضاء. نقول الرقم الهاتف، نقول 3 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تمام نعم طبعا هكذا.
هكذا هكذا. نقول اللي بعده، اللي بعده، نقول اللي بعده ايش؟ نيم. نعم. طه او طالب او ناصر او ايش اللي نشتي نكتبه؟ محمد، نكون محمد. ها محمد. سالم، سالم. سالم، محمد سالم. أحمد، اسم الثلاثي ممكن، أحمد حسب الطلب. مفتوح المجال لديكم، طويل، بإمكانكم وضع الثلاثة الأسماء مع إيش؟ مع اللقب عادي. الهجري، أينك يا هجري؟ يا أدعشة الهجري. تمام. الوظيفة نقول وكيل، لأن رقم اثنين معروف وكيل، يكون وكيل. وكيل، تبغى معي؟ وكيل. المؤهل نقول له بكالوريوس يا أخي، بكلر لك، بكلر لك تربية، طبعا تربية، تربية لأنه مدرس. الرقم المالي نقول 1 2 3 6 هكذا. العنوان نقول ايش؟ اليمن تعز، اليمن تعز، تعز تعز، تعز العزة تعز. الهاتف نقول يا أخي 7 3، لا تزعلش يا سبستنا. نعم. 1 2 3، 1 2 3 هكذا. نقول اللي بعدها ايش؟ سكرتير، السكرتاري نقول له رقم 3. نقول صالح، صالح. ناصر، ناصر. ناصر الصنعاني. يلا يا صنعاني. الصنعاء، صنعاني. لا تزعلش يا صنعاني. الوظيفة السكرتاري، سكرتير، سكر، سكرتير. المؤهل نقول ايش؟ بكالوريوس، لا تعش مع اخوانك. ها تربية، تربية. نعم. الرقم المالي نكون 1 2 6 8 7 هكذا. العنوان اليمن صنعاء، اليمن صنعاء العاصمة، اليمن، اليمن صنعاء العاصمة، صنعاء، صنعاء. الهاتف ممكن نقول ايش؟ 7 7، 7 1، لا تزعلش يا سبافون. 1 2 3، 1 2 3 هكذا. انظروا، تم استخدام 3 سجلات. نعم، 3 سجلات. عرض العنوان هنا في 3 سجلات. انظروا. نعم، حاجة إلى الخروج وحاجة إلى الفيه. نعم، 3 سجلات. انظروا، حاجة إلى خروج عشان إيش؟ نعم، نؤكد على المسألة دي. انظروا، نقول أيوه، ما نقول إتش اللي هو إيش؟ إنجلش. اسم المستخدم نقول 1 2 3، 1 2 3، ثم الدخول. انظروا، نبحث ماذا حدث، ماذا ايش حدث. نعم، انظروا هذه. انظروا، الاول ماذا؟ احمد عبد الله البيضاني، مدير، بكالوريوس تربيه، وهكذا. اللي بعده رقم 2 اللي هو ايش؟ الوكيل. واللي بعده السكرتير. نعم، نعرض في عرض البيانات. انظروا هذا،
عبد الله مدير وكيل بكالوريوس البيضاء اليمن. يعني هذا لسه ما طلع شيء، ما ادري، زعلان يعني، زعلان. نعم ما زعلان لانه لم نغيره في النظام الاول. انظروا، هذا المطلوب، اما هذا سهل ممكن نغيره. انظروا هذا، نرفع حتى يكون واضح. انظروا يكون ايش؟ واضح. نعم يكون ايش؟ واضح. انظروا هذا، انظروا اصبح لدينا الاداره المدرسيه. انظروا هاي صفر، الصفحه الثانيه في صفر 8:30:25 في الساعه 8:44 وهكذا. الرقم احمد عبد الله، نعم مدير بكالوريوس وهكذا البيضاء اليمن. تعد هذه اللي تم تصميمها لكم ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله تعالى. سوف نكمل ما تبقى من داتا ريبورت في، ولكن هذه المره في واجهه ثانيه وهي ربما تكون هيئه التدريس. نعم هيئه التدريس، ومن ثم نغلق. انظروا يتم اغلاق البرنامج، ونلاحظ هنا save change to flowing files. نقول له نعم، يقول لك يعني هل تحفظ المتغيرات الذي حدثت؟ نقول له نعم، على اساس لا يروحش علينا. نقول نعم تمام. شاكرين لكم حسن المتابعه مع قناتكم المفضله التعلم الذاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.